مباركات هذا الشهر العظيم رجيا من العلي الخبير ان يجعله شهر خير وبركات. شكرا لامتلكياتكم دعوه استشغال هذه الدوره التي تنعقد بطلب من مجموعه من الساده الاعضاء وتبعي للاجتماع المشترك لجنتي التعمير والمعرفه العموميه بتاريخ 12/2015 والذي وقفت فيه دعوه كافه الاعضاء والمصالح المعنيه لاجل الحضور وتحديد صلاح الشعراء العقلانيه والمستقبليه لكافه الدوائر العقلانيه واشغال الاجهزه الاساسيه مع الكهرباء التي تقبلها اتفاقيه الشراكه المبرمجه مع الوكاله المستقله الجماعيه لتوزيع الماء والكهرباء حسب الاولويات التي تبديها الدراسه التحليليه لهذه الاشغال والاعتمادات المتوفره المرصوده لها. كما اضيفت لها خمس نقاط اخرى من خلال اجتماع مكتب المجلس يوم 17/2015 ونظرا لذلك نظرا لراهبيتها متمنيا ان تكرر اشغال هذه الدوره بالنجاح بما فيه خير ومصلحه ساكنه المدينه. والسلام عليكم. لن اعطي الكلمه لكاتب المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين والمرسلين وعلى آله المشروع بطلب وكاله مستقله لتوزيع الماء والكهرباء في اطار اعاده
استغراق من التغيير هي النقطتين اللي يكون الاعمال كما تفضل دباجته هما ولا قريت على الحضور الكريم. استغراق من التغيير موقف الرئاسه في مساله الطب الدموي والماء الصالح للشرب ب 180 درجه. انظر جدول الاعمال 24 ابريل وجدول الاعمال دور 6 ثاني، حيث ان الرئيس في الدوره الاولى ديال ابريل طالب بالرفض عن بواسطه المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء، وفي هذه كيجيب طلب ديال المعارضه اللي هو حقيقي واللي كيتكلم على الرب بواسطه يعني الاراضي. استغرابنا كذلك الموقف المتفرج الذي سلكته سلطه بوسايط رغم تنبيهنا له في عده مناسبات باستمرار الرئاسه وتحقيرها لاغلبيه اعضاء المجلس لعدم استجابه لعقد الدوره الاستثنائيه لاجلها القانونيه. وفي الوقت يرفضون المصادقة على إدخال الماء الصالح للشرب للدواوير والتجمعات السكنية الملحقة بمضاق الغضب، مما أسجد مشاعر الغضب لدى المواطنين، كانت تتحول مع بعض احتجاجات سلمية لمواجهة مباشرة مع السلطات المحلية. وبهذه المناسبة فإن المعارضة بكل مكوناتها تشهد بشدة ما تعرض له بعض المواطنين من عنف غير مبرر من طرف السلطات العمومية، وكانت تجرب استغلالها بعد هذه الأحداث مباشرة ولتوضيح موقف المعارضة من هذه الأحداث. وبتاريخ 3 ماي 2015 عقد خطاب القصر البلدي ندوة صحافية حضرتها عدة منابر إعلامية مكتوبة وإلكترونية، وحيث تم توضيح موقف المعارضة الحسيني بكل قوة لاستعجال إطلاق كل التجمعات بالماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء، كما استبشرنا على اسمها خيرا، لكن المفاجاه كانت كبيره حيث كان الاجتماع للتمويل فقط، حيث لم يحضر الاجتماع اي عنصر من المصالح الخارجيه ولا الداخليه لتدوير الاعضاء. واترك في هذا المجال الاخ حميد حميدي اعطاء تقرير حول اشغال هذه اللجنه. وبتاريخ 10 يونيو 2015 تم استدعاء معارض طرف سي باشا المدينه لحضور قائدي مقاطعتين الحاضره الحضريتين الرابعه والسابعه، والسيد وبعد النقاش المستفيد لهذه النقطة وبعد إعطاء بعض التوضيحات من طرف السلطة المحلية والسيد مدير الوكالة حول سقط المنطقة بغياب ما يستلف مليون درهم، يتم بموجبها تزويد بعض الدواوير. وبعد شكر السيد المدير والسلطة على المجهودات المبذولة أكدت المعارضة على النقاط التالية: تزويد الساكنة بماء صالح للشرب والماء والكهرباء والتطهير اختصاص لجماعات محلية. ثانيا على مناقشة أي مقترح يكفر تزويد
بعيداً عن أي مزايدة للجامعة تتلاعب بمشاعر المواطنين الجليليين واستغلال